عاد الكرادلة إلى كاتدرائية القديس بطرس من أجل انتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية، ولهذه المناسبة اجتمعوا في هذا القداس للصلاة قبل خلوتهم الانتخابية المغلقة، وذلك طالباً للمعونة الإلهية في اتخاذ القرار. عميد الكرادلة أنجلو سودانو ترأس هذا القداس وقال في عظته أن الباباوات الأخيرين فعلوا الكثير من الخير لرعاياهم ونذروا أنفسهم من أجل العدالة والسلام، لكنه أشاد بشكل خاص بالبابا بنديكتوس الذي تقاعد قبل أقل من أسبوعين. نشكر الرب على الباباوية المتألقة التي لمسناها في حياة خليفة بطرس الرسول 65 بعد 200، البابا المحبوب والوقور بنديكتوس 16. وما يتمناه سودان من الكرادلة 115 هو الوقوف معاً من أجل وحدة الكنيسة الكاثوليكية. وبعد القداس دخل الكرادلة في عزلة في كنيسة السيستين من أجل الاقتراع الأول، إذ من غير المرجح أن يتفقوا على الباب الجديد في جولة واحدة. أما المؤمنون في ساحة القديس بطرس فسيضطرون لانتظار الدخان الأبيض الشهير بفارغ الصبر.